التاسع من مجموعة الأسئلة اختبار القدرات. إذا كان محيط مستطيل يساوي 36 وطول المستطيل يساوي ضعف العرض فما مساحته؟ الآن رسم كاريكاتير على سريع هنا، ركز معي شوي. المحيط هو 36 وعطانا أن الطول هذا المستطيل ضعف العرض، يعني الآن هنا طوله ضعف العرض، إذا هنا مجزئ إلى كم؟ إلى 6. 6 وهنا عندي 36، إذا كل جزء بيعطينا 6، كل جزء 6. إذا على طول، إذا الطول شو بيكون؟ 12 والعرض 6، فعلى طول المساحة شو بيساوي؟ الطول ضرب العرض، يعني 6 ضرب 12 وبيساوي 72 وهو المطلوب.